السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم جميعا. في الفيديو السابق اتعلمنا ازاي طريقة الطباعة في برنامج الأوتوكاد. في الفيديو ده إن شاء الله هنتعلم طريقة الطباعة في برنامج الأوتوكاد، ولكن بمقياس رسم. بمقياس رسم جميل، بسكيل يعني، ممتاز جدا. علشان نطبع عموما قلنا إن احنا بنضغط إما كنترول بي عشان يفتح لنا صفحة الطباعة، أو بنروح نضغط على فايل ونروح نختار منها برنت، منها بلوت، هيدخلنا على نفس الصفحة، أو من فوق هنا بنضغط على أيقونة الطبعة عشان يظهر لنا المربع ده. وقلنا إن احنا بنختار من هنا بريفيو بلوت، بعد كده بنختار الطبعة بتاعتنا اللي احنا هنطبع عليها، وليكن هنختار البي دي اف بتاعتنا. من هنا بنختار مقاس الورقة بتاعتنا، وقلنا لما بنيجي نطبع في التوبيبر يعني بدون سكيب بنعلم على هذا الخيار اللي هو في التوبيبر، ثم بنختار ويندو وبنختار الرسمة بتاعتنا ونعمل بريفيو، بعد كده بنبتدي نطبع. جميل. طيب انا دلوقتي عايز اطبع بمقياس رسم، هعمل ايه؟ بنفس الطريقة هختار كنترول بي وهختار الطبعة بتاعتنا من هنا، وليكن برضو بي دي اف، هختارها طبعا من ريفيت بلوت اهو عشان تجيبها لي اخر حاجه. من هنا هختار مقاس الورقه بتاعي، وليكن هختار مقاس ورقه اي زيرو، هدور على اي زيرو او الاي تو، اي مقاس ورقه وليكن الاي تو، يعني هختار مقاس الورقه بتاعتي 3 دي، هختار الاي تو وليكن اي تو. جميل. بعد كده هشيل خيار اللي تشيك من في التو بيبر، انا دلوقتي هطبع بسكيل، فهشيل خيار التشيك من فيت تو بيبر. جميل جميل. بعد كده هختار الرسمة بتاعتي وليكن بهذا الشكل. ممتاز ممتاز جميل. طيب عشان اطبع بسكيل هركز على اليمين، هنا هلاقي في حاجة مكتوب سكيل وجنبها فوق واحد ومليمتر وتحتها يونتس. اليونتس دي هنثبتها دايما بواحد، هنثبتها دايما بواحد. هاجي بقى للرقم اللي انا هحتاج اغيره كل مره، اللي هو ايه؟ الخيار اللي جنب مليمتر، الخيار اللي جنب مليمتر. انا عشان اجيب الرقم ده وليكن انا مثلا عايز اطبع بسكيل 1 لـ100، عايز اطبع بسكيل 1 لـ100، فهقسم الالف على المية هيديني رقم، هكتبه هنا، يعني الف على مية هيديني 10، حاجة اكتب هنا 10، 10 بهذا الشكل. يبقى انا كده بطبع بسكيل كام؟ بسكيل 1 لـ100. جميل جميل. يبقى اول حاجة لازم تعرفها انك في قصاد اليونتس هنا تكتب 1، ودي تخليها ثابتة معاك في كل حاجة. تعال بقى للرقم التاني اللي هو 100، انا عايز اطبع بسكيل 1 لـ100، هقسم الالف على المية هيديني 10، فهكتبها هنا. يبقى انا كده بطبع بسكيل كام؟ 1 لـ100. هعمل بريفيو كونتينيو، هيجيب لي الرسمة. يبقى كده الرسمة بتاعتي دي حاليا بسكيل 1 لـ100. ممتاز جدا. طيب لو عايز اخليها بقى بسكيل 1 لـ200 هعمل ايه؟ هاجي هقسم الالف، الالف اهو، الالف على الـ200 هيدينا رقم اللي هو الخمسة، حاجة اكتبه هنا، هتلاحظ ان الرسمة هتصغر، هكتب هنا واعمل بريفيو كونتينيو، هلاقي ان الرسمه صغرت على مقاس الورقه بتاعتي. جميل. طيب لو عايز اطبع بسكيل 1 لـ50 فاقول 1000 على 50 هيساوي 20، حاجه اكتب فوق هنا 20، هتلاقي ان الرسمه بتاعتك كبرت 20 اهو، واعمل بريفيو بيقول لي ان مقاس الورقه بتاعتك اكبر من السكيل. اذا الرسمه لما جيت اطبع بسكيل 1 لـ50 قال لي ان غير مقاس الورقة، يبقى مقاس الورقة دي ما ينفعنيش، هاجي هنا بدل A2 هختار A1، أعمل بريفيو كونتينيو، هلاقي إن الرسمة بتاعتي مظبوطة جدا. جميل. طيب لو عايز أطبع بسكيل 1 لـ25 يبقى هقول له 1000 على 25 هيدينا 40، حاجة أكتب هنا 40، هقول له بريفيو، هيقول لي برضو طالما ظهرت لك حدود حمراء كده يبقى مقاس الورقه بتاعك صغير، هقول له خليها طب لاند سكيب
نفس القصة. يبقى هنا مثلا هغير مقاس الورقة اخليها A0، A0 هدور على A0 فين، اهو اخليها بورد ريفيو. طبعا زي ما قلنا ان مقاس الورقة يا دوبك بالظبط يعني جايب السكيل معايا، لان انا كبرت السكيل. جميل، يبقى اذا هنراجع الكلام بتاعنا تاني. اول حاجة عشان تطبع بسكيل هتشيل علامة الفيت تو باور، هتفتح لك هذا الجزء اللي هو فيه سكيل وجنبه كاستم. في خانتين عندك، في خانة مكتوب جنبها يونس، ودي هتثبتها دايما على طول بواحد. تيجي على الخانة اللي فوق هي دي اللي بكتب فيها السكيل. طيب اجيب السكيل بتاعي ازاي؟ هقول الف على السكيل بتاعي، يعني وليكن انا عايز اطبع بسكيل واحد ل 100، فهقول الف الف على 100 هيديني كام؟ 10. يبقى انا كده هطبع بسكيل كام؟ واحد ل 100. جميل جميل. طيب عايز اطبع بسكيل واحد ل 200، فهقول الف الف على 200، الف على 200 هيديني 5، فهكتب هنا 5. طيب عايز اطبع بسكيل واحد ل 50، يبقى هقول الف على 50 هيديني 20، هكتب هنا 20 عشان اطبع بسكيل واحد ل 50. جميل جميل. علشان مثلا اطبع بسكيل واحد ل 400، اهو سكيل واحد ل 400، يبقى هقول الف الف على 400 هيديني 2.5، يبقى هكتب هنا كده 2.5. يبقى انا كده بطبع بسكيل واحد ل 400، لان طبعا لاحظتوا ان الرسمه بتاعتي بتصغر. جميل جميل. يبقى هي دي طريقه الطباعه بمقياس رسم مناسب في برنامج الاوتوكاد. انا كده علمتك الطريقه، علمتك الزتونه، انا ما مش مديتكش ارقام ثابته، لا انا علمتك الفكره بتيجي منين عشان من خلالها تقدر تطبع باي سكيل انت محتاجه في مشروعك. جميل. يبقى اخيرا هنقولها تاني، هنراجع تاني اهو. يبقى كل الحاجات اللي احنا اتعلمناها في الفيديو السابق بنعملها، ما عدا بنيجي في الطباعه، وهسيب لكم اللينك في صندوق الوصف عشان ده فيديو مهم جدا قبل ما تشوف الفيديو ده. كل اللي احنا بنعمله ان احنا نفس الاعدادات اللي احنا عملناها في الفيديو السابق، بس بنيجي عند الفيت تو بيبر وبنشيل التشيك، وبنيجي بيتفتح لنا هذه القائمه اللي هي فيها سكيل وكاستم، وتحت فيها خانتين، خانه فيها يونتس وخانه فيها مليمتر. هنيجي في اليونتس دي ونثبتها بواحد. جميل. ونيجي فوق عشان نجيب السكيل بتاعنا، هشوف انا عايز اطبع بسكيل كام، مثلا واحد ل 100، يبقى هقول 1000 على 100 هيديني 10، اكتب هنا 10. عايز اطبع بسكيل واحد ل 200، يبقى 1000 على 200 هيديني 5، اكتب الخمسه هنا. مثلا عايز اطبع مثلا بسكيل واحد ل 50، يبقى 1000 على 50 هيديني رقم، اكتبه هنا، وهكذا. جميل. يبقى اذا بعد ما بخلص ببتدي اعمل بريفيو كونتينيو، وابتدي اعمل كليك يمين بلوت عشان اطبع الرسمه بتاعتي. جميل جميل. يبقى اذا هو ده كل اللي احنا عايزين نقوله في الفيديو بتاعنا النهارده، ازاي نطبع بمقياس رسم. اتمنى ان انت تشوف الفيديو السابق الاول عشان تعرف طريقه الطباعه قبل ما تشوف الفيديو بتاع طريقه الطباعه بمقياس الرسم. يا رب اكون قدرت افيدكم. هو ده كل اللي احنا عايزين نقوله في الفيديو بتاعنا النهارده. اشكركم، الى ان نلتقي في محاضره اخرى على خير باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.